خلاص يا جماعه مشكله الفراخ اتحلت في 24 ساعه. طب وال 50، انت بص انتوا ما تجنوناش بقى. ال 50 مليون فرخه اللي انتوا جبتوهم دول، نصهم يعني قد نص عدد السكان بالظبط، فلوسهم هتقع في الارض. ده انتوا بتبيعوها ب 70 جنيه، وانتوا جايبينها ب 36 جنيه. طب ايه يا جماعه؟ هتفضل مجمده تشيلوها؟ بتلعبوا مع الناس، فالناس بتلعب معاكم. الفرخه هبطت الى 80، من 80 جنيه ل 69 جنيه، و65 جنيه ده هبوط حاد. طب ده الفرخه اللي انا كنت هخطفها النهارده دي يعني بقى الحمد لله انا ما ارتكبتش هذه الجريمه، كان زمان دلوقتي ممسوك بقى على الفاضي. ده انا كنت عايز ابعتها مصر اصدرها. تعالوا نشوف، تعال نشوف في مهزلة الفراخ المصرية. واحد لسه بعت لي بيقول لي أنا أي فرخة بشوفها باخدها بمشتملاتها بما في ذلك الريش، لأن أنت ممكن في لحظة من اللحظات يقول لك الريش ده بكذا، فهو الراجل ابتدى يحوش الريش كمان. أنا جايب لحضراتكم، وعدتكم امبارح إن أنا هجيب لكم صورة وفيديو لايف من مصر مباشر، يعني من جوه جمهورية مصر العربية، لأحد المواطنين وهو بيستقبل الفرخة البرازيلي الجديدة. شوفوا معايا الفيديو وتركزي معايا يا حاجة، شوف معايا يا أستاذ، المدام تسيب اللي في إيدها الموبايل، تبطل تبعت لابن خالتها، عشان الفيديو اللي أنت هتشوفيه ده مهم، عشان تبقى عينك وأنت بتكشفي على الفرخة في راسك كده وعارفة أنت بتعملي إيه. اتفضل. صباح الخير. دلوقتي أنا كنت جاي فراخ زي ما انتوا حضرتكوا كده شايفين، اسمها ايه؟ كيانوف كياو، انا اعرف ملهاش اسم. دي جبتها من طبعا مجمعات الجيش، سيحتها وجيت دلوقتي بطلعها. هل الفرخة كلها دم؟ جسمها كله دم، الفرخة مزرقة، كلها مزرقة، معناها ان الفرخة دي ما اتذبحتش، الفرخة دي ميتة. فطبعا دي ما ينفعش غير صالحة للاستهلاك الادمي، والمفروض ان احنا ناكلها. ما اعرفش يعني انا دلوقتي اعمل ايه. المفروض ان دلوقتي انا ارجع لهم الحاجة ديت واقول لهم الحاجة دي ميتة، ما ينفعش انها تتاكل اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، عشان ما فيش ضمير. المفروض ان يبقى في رقابه على الحاجات ديت. الحاجه قدامكم اهي كلها دم. انا قلت لك الفرخه اصلا، الفرخه دي والشحنه دي اصلا مرفوضه من دوله عربيه شقيقه. معرفش يا استاذ احمد بقى كده الراجل بيفتري عليهم.